في الصوم أسرار من التوحيد، وبه مقامات من التمجيد. رمضان للتوحيد خير معلم، فخذ السنة يا روح منه وزيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، تحية طيبة. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد، لن ند نده ولا الورد مثله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار سيرهم واقتفى أثرهم إلى يوم الحق المبين. حلقة جديدة من برنامجكم التوحيد في الصيام، أسعد فيها بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي، أستاذ الدراسات العليا بجامعة القرويين سابقا. صح الفضيلة، أهلا وسهلا بك. وبكم كذلك. الله يبارك فيك شيخنا. في هذه السلسلة الكريمة التي موضوعها التوحيد في الصيام، من مقتضيات هذا التوحيد أن يكون المرء والمسلم سليم الصدر، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الحلقة الماضية الكلام على القضاء والقدر. نعم. ومن علامات الإيمان بالقضاء والقدر سلامة الصدر، لأن إذا تحققت هذه الصفة ففي الحقيقة أصبح الإنسان يتسع صدره لكل خير. سبحان الله. ولا سيما إذا كان هذا الخير من الله، فلا شك أن الصيام فرضه الله وهو التشريع، ولا شك أن هذا التشريع يعني في حق الإنسان ممارسته فيه له صعوبة، لأنه سيكف عن الأكل لمدة طويلة، وسيكف عن الشرب والجماع وجميع الشهوات لمدة طويلة. نعم. زيادة على صيانة الجوارح والمعاصي التي سيكف عنها والطاعات التي سيفعلها سيزاولها، الحقيقة هذا كله يحتاج إلى صبر، إلى صبر، ويحتاج إلى سعة صدر. ففي الحقيقة يعني هذا إن وجد في أي شخص دلالة على إيمانه بالقضاء والقدر. جميل. يعني هذه القضية، لأن مثلا لما يأتي التشريع ويقول الله تبارك وتعالى يعني فمن شهد منكم الشهر فليصومه، يعني تنزل على قلب المسلم بردا وسلاما. سبحان الله. يعني مثلا أنت واحد الآن يجي ويفرض عليك أنك يعني كل النهار لا تأكل ولا تشرب، وإن كان لك أهل لا تقربوهم، في الحقيقة يعني فيها مشق، فليها مشق. فلهذا هذاك الإيمان بالتشريع والإيمان بالانقياد لله تبارك وتعالى فيما قدره من هذا الحكم الشرعي، من هذا الحكم الشرعي، فتجد نفسك لك القبول. نعم. يعني تجد بالعكس أنك يعني تتأهي كل التهيؤ لاستقبال هذا الحكم الشرعي الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن سلامة الصدر من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. لا شك علامة، يعني سلامة الصدر والفرحة بحضور أو بحلول الشهر والإقبال عليه بجد واجتهاد والاستعداد النفسي والاستعداد الجسدي وربما الاستعداد أيضا المادي لهذا الشهر، دلالة على أن الإنسان يعني في الحقيقة يؤمن بما قضاه الله وقدر، يعني كبقية الأحكام الشرعية. صبر على الطاعة، صبر على الله. أنا مثلا سيأتي. نعم. يعني لأنه ولهذا مثلا هذا الشهر يسمى بشهر الصبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الصبر، فهو شهر الصبر. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يعني صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. اللفظ النبوي هكذا، صيام شهر الصبر. صيام شهر الصبر. نعم. وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. هذا الحديث خرجه الإمام
لأن الحسنة بعشر أمثالها إمام أحمد، وحسنه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد. القصد هو أن هذا الشهر يعني يسمى باش شهر الصبر لهذه النزيلة، لأن يعني مثلا أن يترك الأكل ويترك الشرب ويترك هذا، هذا أمور غير مألوفة له. الإنسان يفطر في الصباح ويتغدى في وسط النهار والعصر، ربما بعد يأكل يعني أحيانا يعني تجد عنده خمس أكلات في النهار أو أكثر، وأحيانا تجد كل ما جاءت فرصة لازم لازم يكون. فإذا ولا سيما الأيام اللي ما يكون النهار طويل، فيها مثلا أحيانا قد يصل إلى 18 ساعة يعني كلها هذا، فلهذا يحتاج ليش؟ صبر، إلى صبر. فلهذا سمي، فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام لي وأنا أجزي به. لهذا الصفة صفة لأن الصبر يعني كما في الحديث القدسي الصيام لي وأنا أجزي به، لأن الله تعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلهذا قال القرطبي رحمه الله القصد هنا هم الصائمون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني القصد بإيش؟ الصائمون. فسره بالصائم، من القصد أن هذا الشهر اسمه يسمى شهر الصبر، شهر الصبر، خصوصا أنه الصائم شيخنا يتعرض أحيانا لبعض المواقف في بيته في عمله، يحتاج إلى يعني يمر بضغوطات، فهنا تظهر سلامة الصدر، لأنه لو ما يصبر راح تكون عنده ردات أفعال سريعة، اللهم إني صائم. هذا هو اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن سابه أحد إيش أو شاتمه فليقول إيش؟ إني صائم. إني صائم، هذا هو يعني علامة ساعة الصدر، هو يقول إني صائم تذكيرا للطرف الثاني. إي طبعا أنا يعني اللفظ هذا لا أقابلك بما تريد من خصومه، يعني معنى أنا صائم معناها لا يكون يوم فطرك ويوم صومك سواء. إي طبعا إذا ما كان يتميز يوم الصوم على يوم الفطر ما فيه صيام أصلا، ما في تربية. فلهذا جاءت هذه علامة الصدر يعني عنوان، وهي في الحقيقة سلامة الصدر عنوان لكل خير. إن الإنسان لما تجد يعني سالم الصدر تجد عنده كل خير ويتقبل كل ما جاءه، فسواء كان تشريع كوني ولا تشريع قضاء قدري أو شرعي. أو شرعي، فإذا كان مثلا يعني جات لي أيام في الصيف يعني تكيف مع الصيف، إذا جات أيام الشتاء تكيف مع أيام الشتاء، وهكذا تجد يعني يتقبل الأحكام. بل يعني ساعات الصدر تجد الإنسان دائما يفرح بالشرائع. صح. يعني كل أنت ليش ربطت شيخنا بسلامة الصدر؟ ليش ما قلت الصبر؟ يعني مثال الصبر في الصيام. يعني ليش رحنا لمعنى كلمة سلامة الصدر؟ يعني غالبا احنا لما نقول سلامة الصدر نربطها بالخصومة مع الناس فنقول كن سليم الصدر. لكن أعجبني أنت ربطك أنه الأمر التشريعي محتاج إلى سلامة صدر. إيش سر الربط؟ هي النتيجة، يعني النتيجة هو الصبر. يعني أنت الآن ما يكون فيك سلامة الصدر، ما معنى سلامة الصدر؟ لا تحمل غلا، هذا هو يعني معنى أن تتقبل كل ما فرض عليك. إيه لكن أقصد هذا من جهة الناس، أني لا أحمل غلا ولا حسدا، ومن جهة الله من باب الأولى. يعني أنت الآن ما تكون إيه جميل، هذا أنا عجبني المعنى. هذا أنت الآن لما يعني تتقبل قضاء الله وقدره في يحتاج إلى سلامة صدر. سلامة الصدر يعني من؟ مثلا يعني الإنسان لما تكون عنده سلامة الصدر لا يأتي أي إشكال في أي تشريع، لا شبهة ولا بدعة، لا شبهة ولا بدعة، يعني ما يكون عنده إشكال في تشريع. لأن إذا ما كانت عنده سلامة الصدر تجد شبهة، يعني تحيط به الشبهة وتحيط به الوساوس ويحيط به كثير من الأمور، والشيطان من جهة أخرى، والنفس الأمارة بالسوء من جهة ثانية، وهكذا. لكن لما يكون عنده ذاك النقاء وسلامة الصدر مستسلم للأحكام الشرعية، مستسلم خلاص أنا ما عندي إشكال، أنا الحمد لله. بالعكس قالوا بكرة الصيام أصبحنا إيش؟ فرحان فرصة للجنة. إيه لأنه عندك أديك سلامة الصدر. يعني سلامة الصدر معنى ما معناها؟ هو الإنسان لا تجد فيه أي توقف في الخير. دائما تجد عند هذاك الإقبال كان، يعني سلامة الصدر دائما كامل الإقبال على الخير. يعني ما الذي يربي المرء على سلامة الصدر؟ وإنها لكبيرة إلا على المؤمنين. هي الإيمان بالقضاء والقدر. هو دائما طيب إيش اللي كذلك يربي المؤمن على الإيمان بالقضاء والقدر؟ يعني الإنسان تمر به أشياء أحداث في الحياة تخليه يعني ما يثبته إلا الإيمان، لكن إيش اللي قوة عنده؟ والإنسان لما يكون عنده التأصيل الحقيقي لدينه
ما عندي إشكال يعني إذا كان هو يتلقن في كل لحظة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وخلاص، لأن هذه مسائل صدوري. عقدية يعني ما تناقش، يعني أنا لا عندي هذا الأصل، يعني ما يعني متى يعني يتخلخل هذا الأصل، من لما تتخلخل العقيدة. فالإنسان ما يكون عنده فيكون صاحب معتقد تجده ثابت في كل شيء. لكن يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللحظات الأولى عرف يعني تعلم فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يذهب منطلقا في الدعوة يسلم على يديه 6 من المبشرين بالجنة. أنا مقصودي أنه هم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. يعني هو شوف هو الإنسان لما يكون عنده الأصل لا يعني دائما تجد عنده ذاك الثبات. لما يكون عنده أصل الإيمان وأصل ويعرف الله تبارك وتعالى بقضائه وقدره لا يستغرب شيء. لكن هذا ليس مركوزا في الفطر؟ ها؟ يعني ليس مركوزا، يعني أليس هذا مركوز في الفطر؟ يعني الصحابة استسلموا على طول، ما احتاجوا طول سنوات حتى يتعلموا. يعني أنا أقول لك الآن هو سلامة الصدر، ما معنى سلامة الصدر؟ يعني بمعنى الإنسان عنده كامل القبول للخير، أي تشريع جاء قبله، جاء سمعنا وأطعنا. بالضبط، وأنت جئتها أنت جبتها تمام، سمعنا وأطعنا خلاص، هذا يضمن لك سلامة الصدر. يعني الرسول ما يعني أنت الآن ذكرتنا الصحابة لما جاءوا في الآية أمن الرسول بما أنزل من ربي وكل من أمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وفرمان، قالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. يعني القصد أن الصحابة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه هذا هو شقت عليهم. فأنا قال كلفنا ما نطيق، والآن كلفنا إيش؟ ما لا نطيق. فنزلت الآية لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد أن قالوا سمعنا وأطعنا. أنا ما قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القصد هو نعم هو هذاك، يعني الإنسان عنده أصل دائما الإنسان، ولهذا تجد المذبذب مثلا في حياته أو في دينه في عقيدته ما تجد عنده ثبات في شيء، كل مرة تجد عليه مستسلم. فلهذا هرقل لما سأل أبو سفيان قال لي هل يرتد أحد من مسخطات الدينية؟ قال لا. سبحان الله. قال فذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب خلاص، أنت سبحان الإنسان عندك ثبات، مو كل مرة يصبح لك في دين، مرة حالك نص صليحة، مرة حالك ربعها، مرة يتلون في الأحد، يعني مرة تجد على شكل ومرة على شكل آخر. لا، هذا كله لا يدل على سلامة سلامة الصدر، وذاك الثبات والاستسلام لله رب العالمين والاستسلام وكامل الإنقياد القبول للشيء. فهذا هو معنى سلامة الصدر، علامة الإيمان سلامة الصدر. جميل، وسلامة الصدر من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. سعدت بك صاحب الفضيلة في هذا اللقاء، وسعد بك في لقاءات قادمة بإذن الله. شكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، ألتقيكم وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصوم أسرار من التوحيد، وبه مقامات من التمجيد، رمضان للتوحيد خير معلم، فخذ السنايا روح منه وزيد.